السلام عليكم. عين الذيب العين المشهورة في بريدة، كثير من أهل بريدة يعرف عين الذيب، كانت مقصد ومكشت لأهل بريدة لقربها للديرة اللي هي بريدة، كانوا يسمونها أهل بريدة الديرة. الحين هذه عين الذيب كانت مقصد ومكشت لأهل بريدة. تابعوني نبي نشوف المزرعة المشهورة سابقا عند أهل بريدة، بعد أخذ معلومات من أحد الذين كانوا يغطسون في بركتها، ومن الناس اللي معجب بهذه المزرعة، كان أكثر كشتاته بهالمزرعة. عين الذيب كانت مزرعة حية، كانت الحقيقة تعجب النخيل والأشجار، وكان فيها بركة، كان يقصدها يقول الرجال، كان يقصدها الشباب لقربها للديرة، كان يسبحون بها الشباب ويكشتون بها المزرعة الزينة. مزرعة وعين الذيب، قلت له أنا ليش الشباب كان يعني أكثر مقصد الشباب لها المزرعة؟ قال إنها قريبة، كان أكثر ما يجيها الشباب اللي معهم سياكل ومعهم دبابات يكشتون مزرعة لأن قريبة للديرة، يسبحون بها ويربطون لهم شاهي على هدب من هدب هالأثل حق المزرعة. كان أهل المزرعة طيبين، الذياب كانوا طيبين وما يبغوا يعرضون أحد إنه يكشت ويستانس بهالمزرعة الرائعة. تحولت الحين عين الذيب إلى ملاعب كرة قدم لكثير من الشباب، و يحيط بها الحقيقة السكن من جميع الجهات، الآن يحيط بها السكن من جميع الجهات. كانت مزرعة رائعة جميلة للكشتة، بها محلات رائعة، بها محل ظلال وسوازن تمشي ما تجلس تحت الظلال والماء بجنبك تستانس من أول. نقول جزا الله خير عائلة الذياب على هذا العمل اللي كان سمحي للناس أهل بريد يكشتون به ويستانسون. تحولت الحين عين الذيب إلى ملاعب كرة قدم للشباب، وما زال أهل المزرعة الحقيقة متعاونين مع الشباب، وحولوا كثير من ساحاتها إلى ملاعب رياضية. عين الذيب المزرعة المشهورة في بريدة، يعرفها كثيرا من الشيبان بريدة، ويعرفها كثيرا من الجيل المتوسط اللي كان يكشفون به مستانسين بدية لينا قريبة من الديدة اللي هي بريدة. كانت بها الحقيقة برضو كانت محل صيد أول أهل بريدة، كان أكثر اللي يحبون الصيد يدون هنا يصيدون يستانسون. صارت الحين في وسط بريدة المزرعة، والله من سيكل وسيكل ودباب ودباب دبك تحتها لثل، والله من بريد شاهي وشاهي بط على هدب تحتها لثل. المزرعة رائعة جدا، كان فيها بركة، يسبحون بها الشباب ومستانسين. كل هذا بفضل الله سبحانه، ثم بفضل أهل المزرعة لهم الذياب إنهم سامحين الناس يستانسون به. عين الذيب التي كانت مقصد لكثير من أهل بريدة تحولت الآن إلى ملاعب كثيرة للشباب، وما زال عائلة الذياب متمسكين بهذه المزرعة، ولا يعرضون أحد إنه يلعب كورة أو يستانس بزرعتهم القديمة. كل ذلك حبا في بريدة وحبا في أهلها.
كان هذا الأثر في عجب الطيور، كان مقصد للصيادين لكثرة الطيور بهذه المزرعة. كان في هالبركة على كلام صاحبنا جميلة، يقول نوم غطس ونسبح به ونستانس ولقضينا، يقول ضبطنا الشاي على حدا بثل ذي واستانسنا، كل واحد ركب سيكل ولا اللي معه دباب ودكة للديلة. نقول الله يرحم ويجزى خير عائلة الذياب على ما فتح على ما عمل وفتحوا هذه المزرعة لأهل بريدة. بها نخيل، كان بها نخيل كثير وأشجار. عين الذيب، الذكريات لا تنسى من أهل بريدة بهذه المزرعة الرائعة. هذا معلق المبدأ الله يهديه، لو بدل هالتعليقة حطوا للطيور تنزل يا أخي، حطيت لك أقل شيء تنقط هالانفراز فوق بذا بدون فائدة، يستفيد منها الطيور، تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله نخر معمر، هذا النخر شبه الحضار منوى، الحضار الآن ما زال موجود، الحضار القديم معمر هذا النخر، وكان هذا الحضار قديم في المزرعة وما زال موجود الآن الحضار، نخل قديم جدا في عين الذيب. ذكريات أهل بريدة في هذه المزرعة لا تنسى. تحياتي وشكرا.